قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المفاوضات مع كوريا الشمالية ستركز على نزع سلاحها النووي. وأكد خلال حديثه لفوكس نيوز أن الولايات المتحدة ستقدم في المقابل مساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ. نأمل هذه المرة أن تجري المفاوضات مع كوريا الشمالية بشكل أسرع ومختلف عن سابقه، ومطلبنا واضح وهو عدم امتلاك بيونغ يانغ لأي أسلحة نووية في مقابل الحصول على أفضل ما لدينا من مساعدات، وسنرسل لهم رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للمساعدة في تأسيس اقتصادهم. وكوريا الشمالية في أمس الحاجة لدعم الطاقة وتوفير الكهرباء، ونحن نعمل على تهيئة الظروف لذلك، وهذا سيحدث بالفعل إذا تخلصت دون رجعة من السلاح النووي.